ليش تأخر لهلا؟ غير رأيه وما رح يجي. لا مو معقولة، ما بصير. أسيل، حياتي في دب وراكي. إيه لأ، عمو الدبدوب أهلين. شوفني مو طالعة حلوة اليوم؟ صدقني هنن اللي خسروني بالشركة. ليكي إجا. إجا عمار؟ لحاله ما هيك؟ لك إيه إيه، شو نعمل هلأ؟ وجهيني فوراً، نحن نروح لعنده؟ لا شو نروح لعنده؟ رح نستناه هو يجي. لما يشوف لؤي رح يجي لعنا لحتى يسلم علينا، بس لو سمحتي بتعملي حالك متفاجأة. ما بدي تغلطي ولا غلطة، لا تحسسي إنك جاية كرماله. خلص ماشي، أنت لا تخافي. لؤي؟ أهلين عمار. المناخير بترجع لمحلها بعد أسبوع، لا تقلقي. تعال. شلونك؟ منيح وإنت؟ كثير منيح. غصون خانو، مرحبا. مرحبا دكتور عمار. أسير خانو؟ أي لا، أهلين دكتور، أنا متفاجأة كثير بجيتك، بصراحة ما توقعت إني شوفك هون. طيب كيفك؟ بتشكرك دكتور، طمني عنك. وأنا كمان منيح، بس شيلي هاي الرسميات بيناتنا لو سمحتي، بكفي تناديلي عمار وبس. هداك اليوم صار في حادثة بسيطة، غصون حكت لي. ايه قصة يعني ما لها طعمة بالمرة. طيب أسيل بتكون قرايبتها لغصون، وحتى بهاي الفترة قرروا انهم يعيشوا مع بعض، ونحن الحقيقة كنا عم نحتفل بهالمناسبة. والله؟ لكن طيب ليش عم تساوي شي تعديلات ببيتك؟ لا بالحقيقة الموضوع انه شو عم تعملي؟ لك شو سويتي غصون؟ على شوي رح تحكي له عن سوهي. شو هالحكي؟ لا أكيد ما رح تبقع، أنت منيح؟ لا أنا منيح منيح، مو مشكلة، ما لها قصة أسيل، بسيطة، هلأ شوي وبينشف الجاكيت. بتحبي تشربي شي تاني؟ ها؟ شكراً. شكراً لألك. بصحتكن. إيه بصحتكن. ها؟ ليكي مين هون؟ حياتي، تعالي شوفي على مين بدي أعرفك. انبسطوا بوقتكن، نحن راجعين. عن إذنك. لا تاكل همنا. أنا برأيي هيك تمام، نحن عملنا اللي علينا. شو رأيك تحكي لي عن حالك أسيل؟ يعني مين أنتي؟ شو بتحبي؟ شو بتكرهي؟ أو كيف بتقضي يومك مثلاً؟ أسيل؟ فتحي مخك وما تنسي هالحكي أبداً. أسيل أنتي بنت واقفة على رجليكي، بتعرفي شو بدك، عندك أهداف، وست ناجحة وما شاء الله اجتماعية كتير. يعني رح تعملي حالك هيك حبيبتي؟ صبايا عم اسمعكم، بس هالحكي فاضي. ابني علاقتي معه على كذبة؟ لا تقولي كذبة، انت رح تبالغ شوي صغيرة بس. بعدين حبيبتي طول عمرك صريحة، شو اللي صار؟ حطولك ميدالية؟ اي حطولي، بس مو ميدالية. لك هذا الصح، تمام؟ خريجة علاقات عامة ومديرة بوحدة من شركات التنظيم الضخمة. حلو كتير. وبحب الرياضة كتير كمان، كنت أخدي استراحة بس ما تحملت القعدة ورجعت على الكيك بوكسين. آه والله، وأنا من هواياتي المفضلة لعبة التنس. حتى الرقص أنا كتير بحبه، برقص فالس، سالسا، تشاتشا، كلهم بعرفهم. عن جد؟ وسجلت كورس ياباني من فترة، مثل ما بيقولوا كل لسان بإنسان. كورس ياباني؟ غريبة. وفوق هيك الطبخ مجال تخصصي. قلت لحالي خلي هالموضوع يصير احترافي شوي، سجلت حالي بكورس طبخ شرقي آسيوي، وأنا عم أتعلم ياباني مشان أتعلم عنهم كل شي بفرد مرة. وكمان بلشت أشتغل بمجال الحيوانات، وهي مشان أتسلى فيها بس، ضيعة وقت يعني، ولهيك مأجلتها. أسيل فيني أسألك سؤال؟ كيف قدراني تلحي على كل هالهوايات والقصص؟ منظمة وقتي مو أكتر. برأيي أنت بنت مميزة ونيال اللي بيرتبط فيكي. شو بتعمل بآخر الأسبوع؟ بركي منتغدى مع بعض وبنرجع منكمل كلامنا. ما بعرف شو بدي أقولك، بس أنا آخر الأسبوع عندي موعد كتير ضروري. بنص الأسبوع أنا فاضية. بنص الأسبوع مثل ما بتعرفي عندي دوام بالمشفى. مو مشكلة أبداً، أنت معك رقمي، بتتصل فيني. ليكي شفت رفيق قديم وبدي روح سلم عليه. شو غبية، شو خلص انقلع.